ما فهمش واحد يهبط للمدينة نتاع تونس ما يزمش تعدى المرابط. أقدم قهوة في العالم ما زالوا كيخرجوها توا، أقدم قهوة في العالم اللي قاعدة تخدم، فما اللي أقدم منها أما سكروا في العالم، أما اللي ما سكروش وقاعد تخدم هي قهوة المرابط. المرابط عندها طابع خاص، نتمنيهم معناتها اللي ما زارهاش يزورها. بالنسبة للتوى معناتها من اللي جاء الكوفيد ما فماش حرفي ولا مطعم ولا مقهى ما تمسش بالأزمة هذه. نتصور معناتها الناس الكل معناتها قاعدة تعاني معناتها من الناحية المادية ولا المعنوية، نبديها من نحن معناتها حتى العدد نتاع الخدمة معناتها من اللي كان كنا 30 ولينا 13 مثلا، هذا يعطيك اكزامبل. توا دينا لباس خير من قبل، خير من الأشهر الأولى نتاع الكونفينمون، توا تسمى دينا نرجع بشوي بشوي. نتمنيو معناتها الناس الكل نخدموا مع بعضنا، أما شنو الطريقة اللي باش تخلينا نخدموا مع بعضنا هذا هو معناتها لازمنا نشوفوا كيفاش. هو مشروع باهي معناتها أنا يجيني كليون، تبدا ما عنديش كل حاجة هذيك الحاجة بها الكليون، أنا بعثو المطعم واحد آخر، نجم تصير علاش لا. كيف المطعم الآخر ما عندوش الحاجة اللي حاجته بها الكليون هذيك، يعرفها عند مطعم المرابط يبعثو المطعم المرابط، نجم تكون حاجة باهية علاش لا.